الشعب. يعني القرار الروسي في هذه العملية، لكن سيادة العقيد ابقى معي سيد أيوب، سعود إليك سيادة العقيد بخصوص ما ذكره سيد أيوب، مشاركة فاغنر في العملية العسكرية الخاصة، ما العيب في ذلك؟ يعني عندما تشارك كما قال شركة أمنية روسية عناصر روس الآن هم شركاء في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ما العيب في ذلك؟ لا عيب في ذلك إلا هم ليسوا مرتزقة، يعني كل ما نريده من الجانب الروسي لنعرف يعني أين ماذا نرى. هل فاغنر عندما ضربت أثناء تقدمها إلى حقل كونوكو وأبيد الرتل كاملا يعني قتل 300 عنصر من الجيش الروسي، هي شركة أمنية خاصة يقول سيد أيوب، قالت روسيا أن هذا ليس جيش روسي، هؤلاء مرتزقة فاغنر. الآن ضيفك يتفضل بأنه عندما سيطروا على محطة الطاقة في أوكرانيا أصبحوا هم جزء أمني من الجيش الروسي، فيعني ليفصلوا بين هذه وهذه، أم هنا يعني كل مرة يستخدمونهم بمسمى مختلف عن الآخر. شركة فاغنر شركة أمنية مرتزقة وعناصرها مرتزقة، بالمفهوم العسكري كيف نستطيع أن نصنف أطراف القتال؟ يعني الآن فاغنر كما يقول سيد أيوب هي شركة أمنية خاصة روسية كما شركات أخرى أمريكية، بالمفهوم العسكري عندما تكون قوة قتالية فصائل تقاتل ضمن إطار خارج عن مفهوم جيش أو تتبع لوزارة الدفاع لدولة ما، ماذا نسميها؟ هذه نسميها ارتزاق وارتباك في الجانب الذي اضطر أن يستخدم هذه المؤسسات الأمنية أو الشركات الأمنية، لأنه من المفترض أن يكون جيشه متكامل، ويعني قد يعطي مهمات خارج البلاد، مهمات بعيدة يعني لا تحتاج أن يشغل بها الجيش لتنفيذها. أما أن يزجهم باتجاه هدف من أثمن الأهداف التي يجب أن يتقدم الجيش الروسي وهو الذي يضع يده عليها، هذا الخلل. أنتقل وإياك وضيفنا من موسكو سيد أيوب إلى تطور آخر، إلى خيرسون الآن، وهناك أيضا إعلان من جانب روسيا بأن القوات الأوكرانية قد استهدفت الجسر الاستراتيجي في مدينة خيرسون. نشاهد هذه الصور لتدمير هذا الجسر الرئيسي في خيرسون ونعود. Правую, левую сейчас от моста, вы видите. И сюда же нанесли удары. Как раз вот по той стороне, которая была обстреляна. Вся картина моста. إذن هذا جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون استراتيجيا وممرا رئيسيا للإمدادات، لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو وبقية منطقة خيرسون. القوات الروسية أو روسيا الآن تقول إن ضربات أوكرانية دمرت جزئيا جسرا مهما، هذا الجسر الآن على الصور نشاهده في مدينة خيرسون الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا. هذا بحسب خبراء يشير بأن القوات الأوكرانية الآن في وضع استعداد للعودة مرة أخرى لخيرسون، وكان أيضا هذا تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أيام يقول أن قواته تتقدم نحو مدينة خيرسون جنوبي البلاد. إذن هذا بحسب خبراء هجوم مضاد. ما قولك سيادة العقيد في هذه المشاهد؟ يعني أنا لم أرى الصور قبل هذه المرة، الصور التي وصلتني كانت يعني من روسيا ولم تكن يعني لم تحمل هذا الدمار. هذا التدمير تقول عنه روسيا تدميرا جزئيا، هذا تدمير أكثر من التدمير الكامل، لأنه لا يمكن إصلاح مثل هذا الجسر ولا بشكل من الأشكال. أضف إلى أنه إنشاء جسر جديد أقل مدة وأقل كلفة بكثير من ترميم هكذا جسر، سيد أيوب لأنه بحاجة إلى إزالة. هذا يعتبر بأنه القوات الروسية الآن في وضعية الهجوم المضاد، ماذا يعني تدمير هذا الجسر الرئيسي الآن في خيرسون؟
القوات الأوكرانية أو القوات الروسية في وضع هجوم مضاد؟ القوات الأوكرانية. نعم، يعني نحن نلاحظ منذ أن تبدلت الأوضاع، ويعني كانت هناك سيطرة كاملة لروسيا في منطقة الدونباس، تحاول أوكرانيا منذ بداية هذه العملية العسكرية، وعندما استطاعت روسيا السيطرة على منطقة خرسون، تحاول أوكرانيا إيجاد منطقة في خرسون من أجل مواجهة الجيش الروسي، وتقول أنها لا تزال تتصدى له، وأنها يمكن أن تستطيع، يعني يمكن أن تقوم بعمليات هجوم معاكس. حتى الآن هذا لم يحصل. يمكن أن تقوم بعض القرى، بعض الأقضية في هذه المقاطعة عادت إليها القوات الأوكرانية، ليس لأنها تغلبت على الجيش الروسي، وإنما يمكن أن تكون عسكريا ليست مفيدة للجيش الروسي. أما ما يحصل الآن، هذا الجسر، يعني هذه المرة الثانية التي يتعرض لها للقصف، وروسيا قالت أنه قصف بالراجمات الهايمرز الأمريكية، لكن يعني بالنسبة للجيش الروسي لا أعتقد أن تدمير هذا الجسر يمكن أن يؤثر عليه بشكل كبير، لأننا كلنا نعلم، وضيفك أيضا يعلم، أن الجيش الروسي أو أي جيش في العالم باستطاعته إقامة جسور متحركة على النهر واستخدامها في أي وقت. المشكلة ليس بتدمير الجسر، المشكلة بأن القوات الأوكرانية تحاول الآن قصف معظم مدن التي تطالها هذه الصواريخ في منطقة خيرسون، لكي تنتقم من أهالي هذه المنطقة، لأنهم الآن بنية إقامة استفتاء للانضمام إلى روسيا. من هنا يأتي التصعيد الأوكراني الكبير باتجاه كل المدن، ليس فقط يعني في خرسون، وإنما في لوغانسك ودانيسك. لاحظنا في الفترة الأخيرة تعرض العديد من هذه المدن لضربات انتقامية، يعني تعرض الجيش الروسي أو تعرض قوات جمهوريتي لوغانسك ودانيسك لهذا القصف ليس غريب. الغريب أن تطال هذه الصواريخ المدن والسكان المدنيين. ولكن عسكريا هذه ضربة سياسية وعسكرية، كما أيضا بحسب خبراء أيضا غربيون يقولون أن هذا ضربة عسكرية وسياسية لروسيا الآن، أن يقصف الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو. بالتالي هنا بالفعل هناك من يتحدث الآن عن عزل القوات الروسية داخل خيرسون، وبالتالي المعركة قد تحسم في، إذا ما كان هناك بالفعل جاهزية عسكرية للقوات الأوكرانية، تحسم للطرف الأوكراني. لا أعتقد أنه يمكن القول أن القوات الروسية محاصرة وحسمت بالنسبة للطرف الأوكراني. يعني الجيش الروسي هو مسيطر جويا على هذه المنطقة، وبريا لديه أسلحة بعيدة المدى يمكن أن تدمر كل ما، يعني إذا كان يشعر بالخطر أو يشعر، يمكن أن يستخدم قوة أخرى ومرحلة أخرى للمعركة العسكرية. لكن حتى الآن يعني حسب ما نرى في وسائل الإعلام الروسية، في حتى وسائل الإعلام المستقلة، لا يوجد هناك ما يدل على أن الجيش الأوكراني لديه القوة الكافية للقيام بهجوم معاكس. يمكن لديه القوة نعم للصمود لفترة معينة، لكن للقيام بهجوم معاكس ضد القوات الروسية لا أعتقد أنه حتى الآن يمتلك الإمكانيات اللازمة، وهو يعاني من تراجع ومن ضربات مكثفة في منطقة لوغانسك.